سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. أنا بشكر الرب جدا أجلكم جميعا، وبصلي أن الرب يستخدم حلقة النهاردة في ملء قلوبكم بالشكر والحمد والامتنان لإله المحبة القدوس يسوع المسيح. الشكر دائما يريح قلب الإنسان، ولكن إلى أن تجد هذا المكان مع الله يعني يجب ان احنا نبحث داخل انفسنا في كيف نجد قلب شاكر في حياتنا، ازاي نعرف نكون شاكرين على الحاجات الصغيره والكبيره، على الحلو والوحش. فالنهارده الحلقه هيكون عنوانها قلب شاكر في اوقات الالم. احنا في اواخر عام العام السنه دي، و 2023 الحقيقه مشيت بسرعه زي كل سنه، بيبتدي العام وينتهي وإحنا مشغولين بأمور كتيرة، ويعني ساعات بننسى إنه انشغالنا بأمور كتيرة لازم يكون أهمها هو علاقتك بالله ويومك مع الله وحياتك مع الله. وبالرغم من اللي بيمر بيه العالم النهاردة من حروب وكوارث، كوارث كونية وأخلاقية وإنسانية، إلا أن كل واحد مننا لو وقف شوية كده مع نفسه هنلاقي أنه في حاجات كتيرة ممكن نبص لها حصلت في العام الماضي، بالرغم من الزخم الموجود من الأمور اللي كانت محزنة جدا من زلازل وسيول وكل الأمور دي، للحروب ما زالت كاينة والحرب الجديدة بين إسرائيل وغزة. يعني بالرغم من كل ده احنا كل شخص مننا يستطيع انه ينظر الى داخل حياته والى ما حوله حتى في العالم، ونجد اشياء كتيرة نقدر نشكر بيها، نشكر الله من اجلها. النهاردة هنتعلم عن كيف نعيش حياة الشكر مع الله بمفهوم كتابي تطبيقي. يعني ايه تطبيقي؟ يعني انا عايزة اطبق لكم ازاي لما تيجي تبحث عن مفهوم في الكتاب المقدس، وهاخد مثل حياة الشكر مع الله، وازاي يلاقي قلبك سلام مع الله في وقت الصعوبات والألم، لان ده ممكن مع المسيح فقط. فالمفهوم الكتابي التطبيقي ده يغير فكرك وقلبك وحياتك مع الله ومع الناس. القلب الشاكر بيخرج تعاملات فيها سلام، فيها رضا، فيها محبة، فده هيأثر على حياتك مع الله ومفهومك عن الله وحياتك مع الناس أيضا. لكن في الأول هاخد وقت كده قليل علشان أديكم بعض الأدوات العملية اللي تعملوا بيها دراسة الكتاب المقدس بصورة موضوعية، يعني تختار موضوع مش موضوعية بشكل آخر، هي تختار موضوع أو فكرة أو كلمة أنت عايز تدور عليها في الكتاب المقدس عشان تاخد مفهوم أوسع. في ناس كتيرة بتسألني إزاي نقرأ الكتاب المقدس وإزاي ندرس الكتاب، وده شيء مهم جدا لحياة المؤمنين، لأن الكتاب المقدس حياة فعليا، لأن في كلام وقلب وفكر الله وكلمات الله اللي هي ينبوع ماء حي يروي ويشفي، يشفي أبنائه وبناته. في فرق بين قراءة الكتاب المقدس وقراءة القرآن مثلا. في ناس بتتبرك بقراءة الكتب الدينية، لكن الكتاب المقدس ما فيهوش الفكرة دي. انت مش بتقرأ الكتاب عشان تتبارك بيه او يعني يزيد حسناتك، هو الكتاب يأتي ببركة في حياتك لانك بتتعلم، بتتغير، بتقرب مفهومك من الله. ده نوع البركة اللي الكتاب بيباركك بيها، فهم عملي وتغيير حقيقي وتوبة حقيقية. لكن لو يعني في القرآن نقرأ ونتبرك بالكلمة وناخد حسنات وخلاص. أيضا الكتاب المقدس ما هواش كتاب فيه
أفكار متفرقة أو مختلفة عن بعضها أو متضاربة مع بعضها، بالعكس هو أفكاره متواصلة وروح الكتاب واحدة، وهي محبة الله للإنسان، فداء الله للإنسان، تغيير الله للإنسان، روح الله اللي بيسكن فينا. هكذا يجب أن نرى الكتاب المقدس وإحنا بنقرأ. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده في ملاخي 4، بيقول كده: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. عايز أقول من الآية دي أنه الكتاب المقدس من قلب الله يعطي شفاء من آلام كثيرة في حياة الإنسان، لأنه عندما نفهم قلب الله نرتاح فنتغير فنشفى. لأنه زي ما قلت الكتاب المقدس ينبوع ماء حي. يعني إيه ينبوع ماء حي؟ يسوع المسيح اتكلم مع السامرية في الموضوع ده وقال لها أنا عندي الماء الحي، أنا الماء الحي اللي يقدر يحييكي، أقدر أديكي حياة جديدة، أقدر أغيرك، تشربي فتشفي، تكوني معايا فتتغيري. هو ده نفس الإله يسوع المسيح اللي بيقول عنه الكتاب في المزامير كده: المحول الصخرة إلى غدران مياه. يعني اللي بيحول في وقت موسى لما الرب قال له المس الصخرة، وموسى ضرب الصخرة ولكن نزلت مية، لأنه هو اللي طلع من الصخر مية. هو اللي بيخرج بقى من الإنسان المتحجر حياة، هو اللي بيغير أفكار الإنسان اللي مات قلبه، ويغير قلبه ويعطيه قلب لحم، بيغير الحجر الصوان إلى ينابيع مياه. فإحنا محتاجين إن إحنا نشوف ونفهم هذا الجانب من الله علشان يتولد في قلوبنا إحنا الشكر والامتنان، لأنه رآنا فتحنن علينا بمحبته الغامرة. كتاب دايما يعني دايما أذكر الكلمة دي في الكتاب، إنه يسوع رأى الجموع فتحنن. الله النهاردة يرى ألام الناس فيتحنن، يرى شعب غزة فيتحنن، يرى المتألمين من أهالي الضحايا في إسرائيل أيضا فيتحنن، لأن الكل أبنائه. أولا خلينا بقى نبتدي بالجزء الأول من حلقتنا، وهو إزاي تبتدي دراسة الكتاب المقدس دراسة موضوعية. وأنا بلاقي إن الطريقة دي يمكن تكون الأسهل في البداية، لكن مع عدة أمور أخرى لازم تضاف إليها. أنا حوريكم خطوتين ثلاثة تبتدوا بيهم دراسة مصغرة، وأنا اخترت لكم دراسة على الإنترنت، لأن كل واحد معاه تليفونه، كل واحد عنده يعني أحيانا كتير مدخل للتعامل مع السوشيال ميديا بصورة ما. لكن أولا نفهم أن الكتاب المقدس مهم في حياتك وحياة المؤمنين، لأنه بيغير فكرك وقلبك وشخصك، مش كده؟ يعني قلت النقطة دي بما فيه الكفاية، لأنه إن لم يكن الكتاب حي في حياتنا وكلام الله حي في حياتنا مش هيكون في تغيير. النقطة الثانية أنه القراءة اليومية المرتبة لازم تكون، لازم. ليه؟ لأن ارتباطك بكلمة الله اليومي بيخليك مرتبط بفكر الله يوميا، بيخليك تتعلم كل يوم حاجة جديدة، بيخليك تمتلئ بأفكار الله وليس أفكارك أنت أو أفكارك أنت. وإحنا يعني بنواجه العالم محتاجين نفرق بين أفكار العالم وأفكار الله. هنعرف أفكار الله من كلامه عنك في الكتاب المقدس، عن محبته ليك في الكتاب المقدس، عن تحذيراته لينا، عن وعوده لينا كل يوم. أحيانا يكون الأسبوع مليان بالألام،
وابقى بقول له كده رب يعني اديني وعد النهارده، انا عايزه وعد يلمس قلبي. فافتح الكتاب في قراياتي اليوميه الاقي الرب بيكلمني بوعود مليئه بالامل والرجاء، او انه يقويني في بكلمه شخصيه في وسط الام انا اكون بمر بيها شخصيا، او تشتيت افكار، او الكتاب المقدس يخلي ليك مركز في الحياه، مصدر تاخد منه افكار الله. زي ما احنا عارفين انه الكتاب المقدس فيه العهد القديم والعهد الجديد. بقول للعابرين بالذات اقرأ اكثر كثيرا في العهد الجديد، ولكن لا تترك العهد القديم. لازم برضو ناخد بالترتيب من البداية العهد القديم اصحاح 2 بقدر ما تستطيع، ولكن العهد الجديد برضو بالترتيب اصحاح 2 قد ما تقدر. و ازاي بقى نقرا؟ هناك مفسرين كثيرين للكتاب المقدس، لكن الله اللي روحه فيك هترشدك وانت بتقرا. فلازم قبل ما تقرا تعمل ايه بقى؟ نصلي، نقول يا رب انا النهارده عايز اقف عند كلمتك، النهارده عايز افهم من كلمتك، فهمني يا رب روح النص ده ايه، افتح عيني اني اشوف افكارك انت في النص دي ايه، علمني النهارده حاجه من النص ده، المس قلبي، اديني وعد، اديني حكمه، اديني رساله. اوكي، فاقرا النص زي ما هو على قدر معرفتك في كلام الله، لانه قرايه النص زي ما هو مش محتاج انك تتفلسف، يعني محتاج انك تقرا الكلمه بمعاني الكلمة زي ما هي، ولو عندك سؤال اكتبه وكمل. ودائما النص بيشرح نفسه، لو كملته هتلاقيه بيشرح نفسه، أو هتلاقيه مرتبط بحاجات تانية أو بآيات تانية في الكتاب المقدس تشرح لك الفكرة أو تعدد لك الفكرة. النص في الكتاب المقدس ما هواش آيات منفصلة عن بعض زي القرآن، فلازم ننتبه احنا كعابرين ما بنقراش حاجة منفصلة عن بعضها. النص دايما بيدي لك رسالة بتشرح نفسها، في هدف لكل رسالة في الكتاب حتى ولو كانت قصة. المسيح كان بيتكلم كتير مع التلاميذ، كتبوا عنه الحاجات اللي قالها طبعا بالروح، ولكن هتلاقيه بيحكي مثلا مثل، يعطي مثل ومثل آخر ومثل آخر، وبعدين هتلاقي انه في ارتباط بين كل الأمثلة. فدايما الكتاب بيشرح نفسه. في كل مرة بنقرأ زي ما بقول عندنا رسالة من الله، الرسالة دي تعمل ايه؟ تغيرنا، تعدل مفاهيمنا، تعطي عمق أكبر لفهم مقاصد الله في حياتك. لأنه أحيانا مثلا الأب والأم يقولوا لأولادهم أنتم مش لازم تروحوا المكان ده أو يكون عندكم الأصحاب دي، وما يبقوش الأولاد عارفين طب مالهم أصحابنا، طب ماله المكان ده. الله عارف أكتر، هو عايز يفهمك إيه. فلما تسمع كلامه، مش تسمع كلامه يعني تمشيه وخلاص تطيعه وخلاص، لا، لما تفهم، تسمع، تقرأ، تفهم كلامه، هتعرف مقصده في حياتك ايه. لانه في النهاية كل مقصده في حياة الانسان هي خير، لصلاح، للبناء، لتعديد ابنائه. وايضا واحنا بنقرأ الكتاب المقدس مش لازم ننسى ان روح الله ساكن فينا، احنا ابناء الله، وروح الله بوعد من الله الساكن فينا هو يرشد ويعلم واحنا نطلبه. فما نتفلسفش، لكن نفهم ونطلب روح الله يرشدنا. افهم القصة كلها، لأنه الكتاب لا يناقض بعضه، دائما هناك إجابة. اكتب الأسئلة اللي بتيجي في أفكارك أو في خاطرك، أو الأفكار اللي انت فهمتها من النص برضو اكتبها أو اكتبيها، أو الوعود
او ايه اللي غيره فيك ربنا النهاردة؟ علشان في يوم من الايام هترجع تبص للحاجات دي وتقول ربنا فهمني دي من سنة، النهاردة فهمني اكتر، النهاردة بسبب فهمي دي انا اتغيرت بالصورة دي. ودي كلها شهادات لعمل الله في حياتنا. امين. طيب خلينا نشوف ازاي نعمل خطوات الدراسة الموضوعية. يعني ايه؟ انا النهاردة اخترت لكم فكرة الشكر. العالم كله في الاسبوع ده بيحتفل، او العالم معظمه، لانه العالم الغربي معظمه بيحتفل باعياد الشكر في الوقت ده. فالحقيقة انا افتكرت انه يعني بالرغم من ان الاحداث حوالينا كتيرة جدا وانه المواضيع كتيرة جدا اللي ممكن نتكلم فيها، لكن حسيت ان انا لازم اقف اعطي لله مجدا انا شخصيا في حياتي، اشكر الله من اجل امور كتيرة في حياتي. وانا في نفس الوقت ما بيروحش من بالي فكرة الألم اللي العالم فيه، او اللي انا شخصيا فيه، او اللي اولادي فيه، او اللي جيراني فيه، او اللي أهلي في الكنيسة فيه مثلا، you know. لكن يعني الحقيقة أنه لحظات الشكر اللي أنت بتقضيها مع الله بتشفي من الداخل. فحبيت أن أنا أشارك معكم الفكرة دي، وديكم كمان أداة تلاقوا أنتوا أكتر من اللي أنا هديه لكم عن موضوع الشكر بسبب الدراسة اللي هتعملوها وتشاركوني بيها. أتمنى أنكم تشاركوني بيها. الأول أو الخطوة هتصلي، يا رب أنا عايز أفهم موضوع الشكر ده بشكل أكتر. حددت الموضوع، أنا عايز موضوع الشكر، أو أنا عايز أسمع حاجة عن موضوع الذبيحة في الكتاب المقدس، أو ألوهية المسيح في الكتاب المقدس، أو مثلا يعني أي موضوع اللي أنت محتاج تتعلم. فنروح لاخترت لكم ويب سايت هو اسمه thebible.com، او اسفه bible.com، هي www.bible.com بس كده. اوكي، حتى انت لو عملت بحث بالعربي وقول مثلا كيف ادرس الكتاب المقدس دراسه، كيف ادرس الكتاب المقدس بس، هتلاقي كل المواقع دي اللي تقدر تدخل عليها، مواقع الكتاب المقدس. الموقع ده بالذات اسمه bible.com، وهو عليه كتاب مقدس شكله كده، كتاب مقدس احمر. ايضا هو ده الموقع اللي تقدر تحطه على اب على التليفون بتاعك، فعلى الكمبيوتر وعلى التليفون. فنروح للويب سايت ونختار الكلمة. مش بس بقى تختار الكلمة، خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده. انا اخترت كلمة شكر. اوكي، لكن وانت بتدور على الكلمة، يعني حتى احيانا لما بنيجي نعمل وعظة بنعمل كده، بس في مواقع تانية مختلفة نقدر نستخدمها، نحط كلمة شكر ونشوف ايه اللي بيجي حوالين كلمة شكر من مرادفات. ففي امتنان، في تقدير، ثناء، إجلال، عرفان، إدراك. إدراك دي بالنسبة للشكر، إنك تدرك الشكر، دي حاجة يعني تعطيك معنى أقوى وأعمق للكلمة. فأنت بتاخد معاني كتيرة للكلمة بتديك معنى أوسع للكلمة. بس ممكن كمان تاخد كلمة أو اتنين من الكلمات دي وتبحث عنها في الكتاب المقدس فتطلع آيات. أوكي؟ بس خليني استل أكمل هنا. يعني إدراك إن قلبك يدرك معنى إن قلبك شاكر، وعقلك يستطيع إن يدرك إنه فكرة إنه قلبك شاكر، دي حاجة مهمة جدا. لأنك عندما تدرك الشيء تفهمه ويصبح جزء منك، مش كده؟ فكرة انه الشكر جنبه اعتراف، لانه عندما نشكر الله نعترف
بجميله علينا، نعترف بمحبته، نعترف بإنعامه، نقينه. كلمة شكر هي موافقة مثلا، عجبتني حتة موافقة دي، أنا أشكر الله لإني أوافق على فكره من جهة الإنسان، قلبه من جهتي، بركاته في حياتي أو منعه لأمور في حياتي. فشايفين إزاي ممكن كلمة تبحث عنها في الكتاب بمرادفاتها هتديك معنى أوسع لمفهوم الشكر. أوكي؟ خلينا نروح بقى للخطوة التانية. الخطوة الأولى أنت حطيت شكر وجبت المرادفات وكتبت إيه الحاجات اللي لمستك في موضوع في من المرادفات دي مثلا. ممكن تختار كلمتين ثلاثة تعمل عليهم بحث للآيات في الكتاب المقدس. نروح بقى للموقع بتاع bible.com. فنتائج البحث عن شكر آيات كتيرة جدا، نخدت لكم صورة بس علشان أوريكم إزاي الكلمة دي. أنا كتبت في البحث شكر بالعربي، وحتى لو الموقع بيفتح لك إنجليزي اكتب في البحث بالعربي هيطلع عربي على طول. كي. شايفين الموقع ده في الكتاب المقدس على اليمين هنا، هو تحت نتائج البحث عن الشكر، الآيات كتير، لكن أنا عايزاكم تركزوا على الكتاب المقدس اللي على اليمين. أنت تستطيع أنك تضغط على الكتاب المقدس ويفتح لك الكتاب بكل إصحاحاته، كل أسفاره. لاحظت حاجة جيدة جدا في الموقع ده، انه لما بتفتح مثلا فتحت مزامير 15، فجنب كل آية في علامة كده مدورة وفيها جواها نقط، لو ضغطت على العلامة دي هتوريك الآيات المرادفة اللي بتعدد الفكرة اللي في الآية دي، ودي نقطة جميلة جدا في البحث، حلو اننا ننتبه لها. اوكي، انا شكلي كده بتكلم كلام تقني، بس يعني انا عارفة انكم سألتوا كتير على موضوع دراسة الكتاب، اتمنى ان دي تساعدكم وانكم تعملوها عمليا، واكتبوا لي اذا اللي انت ما فهمتوش ممكن اوضحه اكتر في الحلقات اللي جاي. خلينا نروح لأخدت مرادف من المرادفات، السلايد اللي بعد كده، وهو الامتنان. فلقيت انه في الامتنان ليه ايات كتير في الكتاب المقدس، انا يعني في الحقيقه لم ابحث بالكلمه دي قبل كده، فده هيديك من الايات هنا، طبعا مش كل الايات هتتوافق، لكن هتدي لك معاني اعمق للفكره اللي انت بتبحثها. خليني اشوف واحده من الايات دي، أو واحدة من الآيات بتاعت الامتنان مثلا، أو نروح للسلايد اللي بعد كده. خلينا نشوف السلايد اللي بعده اللي هو الحمد. لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك، ده المزمور 26. لما تقرأ الآية تحس إنه الحمد اللي شكر يخبر بعجائب الله، اللي الشكر ملأ قلبه يخبر بنعم الله عليه، فدي نتيجة من نتائج الشكر في حياتنا مثلا. أوكي؟ طيب خلينا نشوف النقطة اللي بعد كده قبل ما أسيب الموضوع البحث، عايز أقول لكم أنك أأكد على النقطة المهمة، اكتب ملاحظاتك عن الآيات المختلفة، اكتب اللي اتعلمته ليك شخصيا، ازاي غيرت الدراسة دي فيك والمفهومك الشخصي لله، واكتبوا لي بقى على الواتساب وعلى الفيسبوك ايه اللي انتوا بحثتوا فيه، وايه اللي الرب علمه لكم، ايه الحاجات الجديدة اللي اكتشفتوها، ازاي ربنا غير في حياتك انت شخصيا ومفهومك عن محبة الله والحياة معاه من خلال البحث ده. خلينا بقى نتكلم عن الشكر. لما بنشكر احنا بنشكر على حاجة معينة، عطية، حدث،
حاجة جديدة أو قديمة، شفاء، بركة. إحنا دائما نشكر لأنه هناك شيء صنعه الرب في حياتنا، لاحظناه، فهمناه، فبنقوله شكرا يا رب لأنك أنقذتني مثلا من العلاقة دي، أو لأنك أنقذتني من حادثة مثلا. الأسبوع ده ربنا أنقذني من حوادث كتيرة. يعني دائما نشكر على حاجة ربنا عملها في حياتنا، فنبص ورانا ونلاقي انه عمل الله الواضح في حياتنا بيقولك انه معاك، انه جنبك، انه سندك، انه واقف معاكي، انه شايف ألمك، وهكذا. فالشكر بنشكر على حاجة، عطية ربنا ادهل. والامتنان بقى لما ضفنا ليه الامتنان بيجعلنا نمتن لمن أعطى. أنا ممتنة لمن أعطاني، مش عشان العطية نفسها قد أنا ما يعني بكون ممتنة لشخص الله اللي شافني، نظر إلي في ألمي وأعطاني وشفاني وأنقذني وعضدني، وهكذا. أوكي. فلو فكرت في أنه مثلا جوزك دخل عليكي وادالك شوية ورد، طبعا الورد ده نادر في الشرق الأوسط، لكن أقول دخل عليكي ببطيخة يا ستي، لأنه فكر أنك بتحبي الحكاية دي، أو الورد ولا البطيخة ولا البارفان اللي أنت بتحبيه، أيا كان، لأنه فكر فيكي، فأنت ممتنة مش للهدية قد ما أنت ممتنة لأنه فكر فيكي. هكذا الله وعطاياه معانا، هو معانا، يرانا، يفكر فينا دائما، احنا عينه علينا. لما بيقول الكتاب انا عيني عليك، لا بسيبك ولا بهملك ولا بتركك، فده يخليكي دائما شايفة امتنانك لعطايا الله لانه يراك. خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده، وهو بيقول ايه. لأنه الآن جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. علشان كده بيقول لذلك لا نفشل، حتى وإن كان الإنسان الخارجي يفنى فالداخلي لا يفنى. ليه بقى؟ لأن دي من نعم الله علينا. الشكر دائما يخليك تمجد اسم الله. احنا اما بنعطي حمدا وشكرا لله، احنا بنمجد اسمه، بنقول قد ايه هو رائع، قد ايه عمل واحنا غير مستحقين، قد ايه اعطى واحنا متألمين وتعبانين، وحتى واحنا مش واخدين بالنا انه بيعطي. فده يزيد مجدا لعمل الله، لأنه يثبت أنه هو ما يقول يفعل وما يعد يفي به بصورة مباشرة. أنتوا عارفين قد إيه لما بفكر في العلاقة اللي بيننا وبين الله الآن، لأني أعرف الله الحقيقي، لأني تلمست مع يسوع المسيح، لأنه باركني بركات لم أكن أتخيلها، بمحبته، بشخصه، بوجوده. أنا عايزاكي وانتي بتسمعي تعرفي أنه ده ليكي النهاردة، ده ليكي النهاردة. الله يراكي في ألمك، الله يراكي في ضعفك، الله يراكي وانتي مكسورة وانتي فرحانة، بيفرح معاكي. فلما تقولي له شكرا يا رب، أنا أحيانا بكون بصلي وبقول له يا رب أنا فرحانة بالأمر ده، بشعر أن رب فرحان معايا، أو أقول له يا رب بنتي دي مباركة فعلا، شكرا أنك بتباركها، فأشعر بمحبته ليها، أو أسمع صوته بيقول لي أنه بيحبها أيضا. فاهمين؟ فالله النهاردة عايزك تعرفي أنه ده ليكي. قولي له يا رب يسوع أنا عايزة
أشعر بالشكر يملأ قلبي اليوم لأعرف مجدك، لأعطي مجدا لإسمك. والله يملأ قلبك ويفكرك بإحساناته عليك. إحنا غير مستحقين لأي حاجة الله بيعملها، لكن من أجل محبته هو صنع، هو أعطى، هو أغدق. أوكي؟ ففهمنا النقطة. الشكر لما الشكر بيزيد في قلبنا يعطي مجدا لله. أوكي؟ في نشوف السلايد اللي بعد كده، بيقول كده: لا تضلوا يا إخواتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس في تغيير ولا زل دوران. كل عطية صالحة من عند الله. فالشكر يجعلنا نرى الله. فلما يعقوب بيقول كده: أنا شايف ربنا في اللي بيعمله في حياتي، ما تنسبش حاجة لحد تانية، مش لفضل فيك ولا فيه، ولكن كل عطية صالحة روحية جسدية فكرية أرضية سماوية هي من عند الله. فيجعلنا نرى الله المحب في كل شيء، في كل ظرف، في كل يوم، في كل ألم، في كل حاجة بتمر بيها شايفة ربنا. أنا عايز أصلي يا رب من أجل إخواتي أبنائك اللي أنت بتدعوهم اليوم أنهم يعرفوا محبتك ليهم وأنهم يقبلوا خلاصك. أنت يا يسوع المسيح الله الحي الظاهر في الجسد الذي ليس خلاص إلا به وحده. أسألك يا رب أنك ترفع أحمالهم النهاردة وأنهم يروك اليوم من كلمات المحبة المعطاة منك اليوم، فيمتلئ قلوبهم تمتلئ قلوبهم بالشكر والحمد والإجلال ليك، فيروك يا يسوع المسيح. رب أسألك أنه أنت اليوم تتواجد في وسطه، تتعامل مع قلوبه. يا رب أحيانا نشعر أن العالم فاضي حوالينا وأننا وحدنا، لكن انت يا رب قلت ان احنا لسنا وحدنا لانك معنا، ترشد، تعدد، تبارك. فاسألك اليوم ابنائك وبناتك المنحنين امامك اليوم اللي قلوبهم طلباك ومش عارف اعمل ايه، اقوم، اقعد، اصلي، اسأل، ارفع ايدي، اسجد، الله زي ما انت كده عايز يلمسك ويملى قلبك بمحبته فيصبح قلبك شاكر فتشوفي الله، فيبقى الشكر يجعلنا نرى الله. الشكر أيضا يضعنا في دائرة مشيئة الله. تصوروا بقى، خلينا نشوف تسالونيكي الأولى بتقول إيه: اشكروا في كل حين لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني انت لو ما بتعملش اي حاجة في الدنيا او ما بتعرفش تعمل اي حاجة في الدنيا غير تحطك في مشيئة الله، دي آية واضحة. الله بيقول لك اهو بوحي الكتاب انه اشكر في كل حين. عارفين بيحصل ايه لما نشكر في كل حين؟ احيانا تشتد الامور علينا في الحياة. يعني بفكر في الناس اللي في الحرب دلوقتي، أيا كانوا في أي حرب في العالم. هاخد مؤمنين غزة مثلا، غزة فيها 1000 مسيحي، يعني ما أعرفش، عارفة إن هم مش كتير. يعني القلب الشاكر العارف إنه الله حميه هقول له أشكرك يا رب على حمايتك. لو ابتديت بكده بس، أشكرك يا رب على حمايتك، أشكرك يا رب إنك حميت فلان، أشكرك يا رب إنك أنقذت فلان، أشكرك يا رب من أجل اللي راح. أحيانا
احيانا انا ببتدي كده، بشكره على اللي راح، بشكره على اللي انا مش فاهماه، فاجد نفسي في دائره من ترديد كلمات الشكر اللي ربنا بيفكرني بيها، والمواقف الغير عادية اللي ربنا ادهاني علشان اقول له شكرا يا رب. فلما تعمل كده هتلاقي نفسك في دائرة مشيئة الله. تحب تكون في دائرة مشيئة الله؟ انا احب اني اكون في دائرة مشيئة الله. بس عايز اقول حاجة، الشكر مش ترديد كلمات، الشكر احساس حقيقي بالامتنان والحمد لله على نعمه. إن لم يكن لديك أي شيء تشكر الرب عليه، أشكره أنه خلصك، أشكره أنه رآك، أشكره أنه إله عادل، أشكريه أنه إله محب، وأنت ما فيش في حياتك حب في أي من أي جهة في حياتك، أشكريه لأنه هو بيحبك، لأنك مصدقة أنه هو بيحبك. هتلاقي انه دائرة الشكر عندك هتتسع كثيرا جدا، فهتفهمي ازاي تكوني في مشيئة الله. الكلمات اللي فيها ترديد بلا معنى مش هو ده اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم على الفهم، على الاحساس، على تذكرة الله بالروح القدس للحاجات اللي ممكن نشكره عليها. الكتاب المقدس والحياة مع المسيح ما فيهاش ترديد كلمات، ولا طقس يستطيع، ولا طقس يستطيع انه يجعلك تعرف محبة المسيح الحقيقية في قلبك الا روح الله، بس روح الله وطلبك وايمانك باللي بيعمله ربنا في حياتك. اوكي، في الوقت اللي احنا فيه ده انا وجدت انه يعني السلام أكتر حاجة إحنا محتاجينها، السلام الداخلي، السلام حوالينا، السلام في العالم، بنتكلم على السلام كتير، لكن السلام الداخلي والراحة الداخلية لازم تبقى تبتدي بيك، فتكون إنسان سلام. إحنا مدعوين إن إحنا نكون peace makers، صانعي سلام. شكرا. احنا مدعوين ان احنا نكون صانعي سلام، ده دورنا في الحياة. بس انت لن تستطيع انك تكون صانع سلام، وانت لن تستطيعي انك تكوني صانعة سلام الا بروح الله اللي يسكتك ويهديكي لما تكوني ممكن عايزة تضيفي للخناقة اللي بتحصل حواليك، عشان ساعات بنعمل كده، نبقى عايزين ندافع عن حد فنروح ضايفين للخناقة اللي حوالينا، زي كده اللي بيحصل بين اسرائيل وغزة. نحن لا نصنع سلاما باللي احنا بنعمله لما نقول لازم نعمل كده وده يوقف ده وده يقوم ده على ده. لا، صناعة السلام هي بالصلاة، بقول الحق، بمساندة الضعيف، بس بالسلام، مش بتأجيج الحرب الداخلية والحرب الخارجية. الشكر لله يأتي بالسلام والراحة في مشيئة الله. أنا مش عارفة إيه نوع التجربة أو الألم اللي أنت خلينا نشوف سلايد 10. أنا مش عارفة إيه نوع التجربة أو اللي أنتوا بتمروا بيها الآن، أنت قدامي اللي بتسمعيني دلوقتي وعارفة إنك عندك تجربة مرة بتمري بيها. وألام الناس كلها أنواع، لكن أنا عارفة إنه اللي صنعه الله معايا أنا في ألام كثيرة مريت بيها في حياتي زي أي إنسان، مش بقول أنا يعني ما عنديش مأساة ولا حاجة، لأنه الله عندما يريح ويشفي الأمور بتنتهي والغفران بيجي وكل حاجة. مش عارفة نوع الألم اللي عندك إيه، مش عارفة نوع التجربة اللي عندك إيه، لكن شكرك لله يقربك من الله. فيليبي بيقول كده، افرحوا في رسالة فيليبي بيقول كده، افرحوا في الرب كل حين، أيضا أقول افرحوا، وليكن حلمكم معروفا عند الناس، الرب قريب. وإن يقول إيه، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر
لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم فيه. غريب انه احنا نقول افرحوا في كل حين، ايوه افرحوا، وبيكرر افرحوا تاني، ونخلي صبرنا اللي احنا بنعيشه النهارده باين للناس. احنا عندنا الام لكن عندنا صبر، لان معيني في الطريق هو يسوع، معينك في الطريق هو يسوع. بلادنا تعاني من الفقر والالم والجوع والحروب وكل ده، حتى في جوعك الرب معينك، حتى في فقرك الرب معينك، هو يأتي بالفرج في وقته. ولو لم يكن حتى الفرج عيني، ولكنه في قلبك يشجعك. اطلب الرب. وبعدين يقول لك لا تهتموا لشيء، ما تقعدوش يعني تقلقوا. انت بتعمل اللي عليك، ايوه بتعمل اللي عليك، لكن في الوقت اللي انت عندك هموم كثيرة هتعمل ايه؟ نصلي بالصلاة والدعاء، الطلب من الله مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله. لكن لانه مش لانه الله مش شايف طلبات قلبك او حالك، لا، لانه الحديث بينك وبين الله حديث بين ابن وابوه. لما اروح اقول لابويا انا تعبانه جدا من الموضوع ده دلوقتي، وانا عارفه انه يعني ملوش حل، لكن يا رب ده اللي يا بابا ده اللي انا بعاني منه، فيقول لي معلش يا بنتي انا هصلي من اجلك، انا معاكي، انا هعضدك. هكذا هي العلاقه مع الله. اهب فكرك وقلبك انك بتتعامل مع اب يهتم بهمك، فما تشيلش انت الهم، خده وروحه عند الله، حطه عند الله. ده مش كلام فقط، ولكنه ده وعد من الله ان هو في كل وقت يرى ألامك وتعبك واحتياجاتك وفرحك وحزنك وحدتك والكل. الشكر يقربنا، الرب قريب، فالشكر يقربنا من الله. خلينا نشوف السلايد اللي بعد كده. القصة دي في لوقا 17. المسيح كان داخل قرية، لأنه كان المسيح بيلف في كل مكان، في اليهودية، ودائما تلاقي أنه المسيح رايح من حتة لحتة. ليه المسيح بيروح من حتة لحتة؟ هو بيروح من حتة لحتة علشان الناس اللي محتاجينه، ودي نقطة مهمة. دايما بقف عند الحتة أنه وصار يسوع وقام يسوع ومضى يسوع ودخل يسوع في المكان الفلاني. دايما بقف عند الحتة دي واشوف انه المسيح كان دائما زي ما الكتاب بيقول يجول يصنع خيرا. بيدور على مين؟ بيدور على المحتاجين والتعبانين والمرضى والخطاة اللي هو انا وانت. فممكن تشيل العشر رجال البورس اللي قابلهم يسوع في القرية دي وتحط نفسك. كلنا مرضى بالخطية، مش مرضى بس بالجسد، كلنا مرضى بالخطية. فعلى قلبي اني اقولك ان الله بيبحث عنك. انت لو بتعاني من الخطية في حياتك وعارف انه مفيش امل وتحتاج الى محبة الله، يسوع المسيح لوحده هو الشافي. اسمع القصة دي. كان وهو داخل إلى قرية استقبلوا عشر رجال بورس، وقفوا من بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر لهم وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة وفيما هم منطلقون طاهروا. يعني إيه الموضوع ده؟ للي ما يعرفش
تعاملات التعاملات في مرض البرص بالذات في العهد القديم، كان لما حد يصاب بالبرص كان لازم يعيش في حتة معزولة وما يكونش موجود في وسط الناس، لأنه هذا المرض كان يعتبر نجاسة وضربة لعنة. فاللي كان يشفى من المرض ده كان لازم يروح للكاهن، والكاهن يقدم ذبيحة أو التفاصيل اللي بيعملوه علشان الشخص ده يبقى يرجع تاني يقدر يعيش مع أهله. لكن الناس دول على كلمة يسوع أمنوا وقالوا ومشوا، هم لسه ماشيين بالبرص اللي فيهم، دوروا وراحوا عند الكهنة، فرحوا جدا قبل ما يوصلوا حتى لأنهم شفيوا. فتسعة منهم كملوا المسيرة للكاهن علشان ياخدوا التصريح منه، وواحد بس رجع. فرجع ده وشكره، سجد أمام المسيح وشكره. وكان الراجل ده سامري، يعني ما هوش من كان الناس اللي دايما محطوطين على الجنب، اليهودي والسامري كانوا دايما على خلاف، وفي اختلاف بينهم على عقائد كثيرة. والسامري ده اللي هو خارج القطيع هو اللي راح شكر المسيح. فالمسيح قال هو مش العشرة شفيوا، فراحوا فين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ أنا مش شايفة بقية الآية، لكن المسيح بصله وقال له قم وامضي، يعني قوم أنت كمان وابتدي طريقك. الراجل ده ليه رجع للمسيح؟ هو رجع للمسيح لأنه قلبه كان شاكر، فالقلب الشاكر جذبه للي أنعم عليه. فاكرين لما قلت في الأول إن القلب الشاكر يبقى يخلينا نشكر معطي العطية لينا، نشكر الله لأنه هو اللي بيدينا البركات، لأنه هو اللي بيدينا العطية، لأنه هو اللي بينعم علينا، فنشوفه فنراه. فالقلب الشاكر رجعه لله، يقربنا من ربنا. لما يحسن لينا الرب وإحنا غير مستحقين، أنا وإنت بره القطيع، أنا وإنت خطاة، مش لإني مصرية ولا أنت لبناني ولا أنت فلسطينية، لا، لإننا خطاة، لكن الرب أحسن إلينا ودعانا، وهو النهاردة بيدعوك وبيدعوكي بنفس الطريقة. فإنك تعودي إليه وإنك تقبليه وإنك تعطيه حياتك وإنك تقولي رب أنا عايزة أعيش هذه الحياة معك اللي تقربني منك، والله يعطيكي قلب شاكر يرى من شفاكي، فتكوني بقى معاه على طول. الشكر بيتحول لفرح. وازاي بقى ازاي ده بيحصل؟ لما لا نستطيع ان احنا نتوقف عن ذكر احسانات الله علينا ونقول عظم الرب العمل معانا. نشوف السلايد اللي بعد كده، مزمور 126 بيقول كده: عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الأمم إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب معنا العمل معنا. الشكر يخلينا نرى إن الله هو من عظم العمل، نرد كل المجد ليه. العالم بقى اللي حوالينا بيشوفوا ده ازاي؟ بيشوفوه عندما يروا الله في العمل، عندما نقدم شهادة لاسمه لانه هو من صنع، هو عظم العمل معانا، فانا اشهد له وانت تشهدي له، انا هقول انه الله عظم العمل معي، أنقذني من الموت الأبدي في الإسلام إلى الحياة الحرة
الكريمة جدا مع المسيح، حتى في وسط الألم، حتى في وسط النقص والاحتياج والألام البشرية اللي بنمر بيها، ستظل عطية المسيح في حياتي، والخلاص هو اللي هشكره عليه دائما في الأول وفي الآخر. فلما نقدم شهادة للعمل الله معانا، نبقى بنشهد لمجد اسمه. الشكر اللي في قلبك يخليك تشهد لاسم الله والعمله في حياتك. الشكر بيحمينا من النظر للآخرين أيضا. فلما يكون قلبي مليان بالشكر على اللي ربنا عمله معايا، مش هبص على غيري واقول يا سلام ده ربنا عمل مع الناس دول حاجات كتير، اشمعنى دول؟ لا، هقول انا قلبي مليان بالحمد والشكر ان الله عظم العمل معايا، ما بصش لورا. الكلمه دي برضو للعابرين، لانه عطية الله في حياتك، عطايا الله في حياتك كثيرة، فما تبصش للورا وتقول أنا كان عندي وأنا كان ليا، أنا كنت كذا في الماضي. كل ما كنت في الماضي، كل ما أنا كنت في الماضي، كان المصدرة وغير الموجود ونفاية. أنا كنت المصدرة وغير الموجود إلا الله نظر إلي، وإنت كمان. فأعظم عطية في حياتك هي المسيح، نشكر عليها، نقول يا رب نشكرك لأنك نظرت إلينا وأقمتنا وجعلتنا أبناء، كنا مسبيين عند العدو، ولكن الآن نحن أبناء الله. ونشهد له بقى، شوف مزمور 105 بيقول كده: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، انشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع. شهادة. شايف يعني اقرأ المزمور ده، مزمور 105 يعني بس البداية بتاعته، تحس انه تحس انها ترنيمة حقيقية، قلب مبتهج بما صنع الرب. فالشكر يجعلك تقدم شهادة في حياتك وتستخدم ليك وللآخرين. يمكن من الغريب جدا ان احنا نتكلم عن موضوع الشكر في ايام الضيق، لانه المعنى مفهوم منطقيا لأسباب كتيرة. يعني انت ممكن تقول انا بشكر ربنا على الضيقة اللي انا فيها، لكن دي احيانا بنقولها علشان نريح نفسنا من غير ما نتواصل بأفكارنا وفهمنا عن الله. مفهومك عن الله نفسه هو اللي بيديك القوة على انك تكمل في المسيرة وتتغير معاه، وتغير افكارك والاحوال، وتغير احوالك وتغير قلبك. وانت بما صنع الرب في حياتك، قصتك المعجزات اللي ربنا عملها في حياتك تغير افكار الناس. عايز احكي لكم النهاردة حكاية عن ترنيمة. في شخص كان اسمه هوريشيو ستافورد، وده كان محامي مشهور في شيكاغو، وكان في الوقت ده هو محامي مشهور، لكن كان عنده كمان بيزنسز كتيرة. فحصل حريق شهير جدا في شيكاغو، يعني أنهى على الاقتصاد البلد، عمل وقع، مكتب المحاماة بتاعه وقع، و أموره ماديا وعمليا دهورت جدا. ده كان بيحصل في نفس الوقت اللي كان بيحضر فيه الراجل ده هو ومراته وبنتينه انه يسافر لانجلترا علشان يشترك في نهضة روحية تبشيرية، هو ومراته وبناته في انجلترا مع واعظ شهير جدا اسمه مودي.
هو سافر الأول وبعدين مش قادر افتكر هو سافر الأول ولا بناته ومراته، ولكن بناته ومراته سافروا منفصلين على باخرة، والباخرة غرقت في البحر. وأرسلت له مراته بعد كل النواكب دي اللي حصلت في حياته وهو رايح يخدم ربنا، أوكي؟ أرسلت له رسالة بتقول له نجوت وحدي، ماتوا البنتين، وجات الزوجة المكلومة وراح يستقبلها ويعني عزوا بعض. لكن الراجل ده كتب ترنيمة من أشهر الترانيم في العالم اسمها It is well with my soul. أنا يعني عملت ترجمة كده صغيرة بس عشان أفهمكم بعض الكلمات اللي فيها، ما هي الترجمة مش دقيقة أبدا. بيقول عندما يرافق السلام مثل النهر طريقي، When peace like a river blesses my soul. عندما يرافق السلام مثل النهر طريقي، عندما تتدحرج الأحزان مثل أمواج البحر، مهما كان نصيبي فقد علمتني أن أعرف. فمن المعروف جيدا أنه كل شيء على ما يرام مع نفسي في داخلي في قلبي أنا مرتاح، حتى أولادي في المية أنا مرتاح لأنك أنت معي. والترنيمة القرار بتاعها أنا مرتاح، أنا مطمئن، أنا موافق، أنا موافق يا رب على التجربة، أنا موافق، لأنه لم ينسب للرب هذه التجربة ولكن نسب للرب وجوده معاه، فكان قلبه شاكر. بيقول كده مع أنه ينبغي أن الشيطان، ينبغي للشيطان أن ينقد، ومع أن التجارب بتأتي، دع هذا الضمان المبارك يتحكم أن المسيح قد نظر إلى حالتي العاجزة وقد سفك دمه من أجل نفسي. ذنبي الذي حمله هو ده شيء مجيد جدا أكتر ما كنت أتصور. خطيئتي ما شلهاش جزء منها ولكن كلها، سمر على الصليب ولم أعد أحتمله أنا، ولكن هو سمر على الصليب من أجلي. باركي الرب، باركي الرب يا نفسي. بصلي أنه حلقة النهاردة تكون بركة ليك، حتى وانت في وسط الألم، حتى وإحنا بنفقد أحباء لينا، حتى وإحنا بنتألم لفقدان أعزاء لينا أهلهم، نستطيع أن نقول شكرا يا رب لأنك أنقذتنا، شكرا لأنك تسير معنا، شكرا لأنك الإله المحب الظاهر في الجسد يسوع المسيح. كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.